ليس الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. هذه جمل ثلاث ذكرها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء يسأل الله تعالى فيها. الجملة الأولى تقدم سابقا بعض الحديث حولها. ثانيا، أحب ما عندك يقيني، يقين تصحيح بما عندك. الإنسان شيء أعظم من اليقين ما عنده. أكو شيء أعظم من اليقين للإنسان؟ الإنسان أحيانا يمشي على الشك ويحتاط لعله يتوصل إلى مرامه إلى مقصوده، أحيانا يمشي على الظن، أحيانا يمشي على الظن القوي. أكو عند الإنسان أكو بعد هذا اليقين كثيرا ما يكون على خلاف الواقع. الإنسان ضعيف، أحيانا بعد يوم ينكشف له أن يقينه كان باطل. أحيانا بعد شهر ينكشف، أحيانا بعد سنة ينكشف، أحيانا بعد سنتين، بعد سنوات، أحيانا بعد 40 سنة ينكشف للإنسان هذا اليقين كان خطأ. كلنا عندنا صوريات مصادق لهذا. أحيانا والعياذ بالله في الآخرة ينكشف. هاي الطامة الكبرى. أنا شفت رجلين عشرات السنوات كان أصدقاء، كل كان يثق بالآخر تمام الثقة في السفر والحضر. بعد ذلك وكلاهما في كبر السن فوق 60، لعله فوق 70، أنا رأيت كليهما اختلف بحيث كل اشتكى على الآخر
وجدد الشكوى وصرف الأموال في الشكوى إلى أن انتهى الأمر إلى موتهما. ما وصل إلى نتيجة. أحدهما كان يقول لي شخصية، يقول أنا 40 سنة هذا أعرفه وأثق فيه، شلون سوى وياي هالسوايل 40 سنة؟ من يملك يصحح يقين الإنسان غير الله؟ ماك وغير ما عند الله ماك. صحح بما عندك يقين. الصحة تستعمل في مقابل الباطل، في مقابل خلاف الواقع، على ما يفسرون في كتب اللغة. بد إنسان يروح يتعب ليل نهار صيف شتاء، مشكلات، مريض، سالم، يركض 10 سنوات يحصل أموال، يريد يتجر، يريد يشتري بيت، يريد يتزوج، بعدين يروح هذه الأموال يريد يسويها عملة كبيرة، عملة قوية، يبدلها، يغيرها، بعد ذلك ينكشف له العملات مزورة، راحت حياته، خلصت تعب اللي سواه. واحد يتزوج وبعدين ينكشف له كذا، واحد يتصادق ويا واحد ينكشف له كذا، واحد يدرس عند فد أستاذ ينكشف له كذا، واحد يعتمد على واحد عنده يقين، مو مع الشك رايح، بالاصطلاح العلمي يسموه جهل مركب. جهل المركب من يقدر يصحح غير الله؟ الإنسان في شدة قوته في منتهى الضعف. إلهي أنت صحح. لو كان غير الإمام المعصوم صلوات الله عليه يريد يدعو هالشكل، أنا وأمثالي لو كنا نلتفت إلى هذا المعنى ونريد ندعو، نقول إلهي صحح يقيننا. هاي كلمة بما عندك في منتهى الدقة في هذا السؤال وهذا الدعاء، يعني إلهي أنا ما أدري أسلوب التصحيح شنو، شلون. أول شيء في اليقين اليقين بالله سبحانه وتعالى. روايات عديدة أكو، أهل الفاضل أهل العلم شايفين تحفظون بعض النصوص عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وعن الإمام السجاد عليه السلام، وعن بقية المعصومين. أمير المؤمنين عليه السلام في التعبير عنده مضمونة أنه يقول عبادة الأحرار عبادة التجار عبادة العبيد. لو ماكو خوف جهنم ما كان صبح يقعد يصلي، لو ما كان خوف جهنم خوف العذاب كان يكذب كان يظلم. همزين مؤمن يعمل الصالحات خوفا من نار الله، هذا إلنا كل جزين إذا نسوي، إذا نلتزم به هالمقدار هالمرتبة من اليقين
ولو سببه سببه هذه المرتبة الخوف يكون. يقولون الأعور زين مقابل الأعمى، أما هو مو صاحي الأعور، بس مقابل الأعمى هم أشوى هم زين أحسن. واحد يعبد الله يطيع الله خوفا من ناره ما يخالف، مقابل اللي ما يطيع زين، بس اللي عنده يقين مو هالشكل. جماعة يعبدون الله طلبا للثواب للجنة للنعيم، ولو النعيم يكون على حد تعبير القرآن أكبر النعيم ورضوان من الله أكبر. أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على عباده في الجنة التي حشوها البركة. تقرون في الدعاء في بعد ركعتي صلاة النافلة في يوم الجمعة، اللهم اجعلني من أهل الجنة التي حشوها البركة. غير بركة ماكو في الجنة، كل ما في الجنة حشو. إلى الآن في العربية الدارجة يعبرون حشو، داخل حشو يعني داخل، داخل الجنة شأكو، غير بركة ماكو. بركة يعني نعمة دائمة. الإنسان في الحياة الدنيا ما عنده نعمة دائمة، حتى إذا عنده نعمة إلى آخر عمر 100 سنة وخلصت، 70 سنة وخلصت، 120 سنة وخلصت، نعمة دائمة في الجنة. وأكبر هذه النعم على حد تعبير القرآن الكريم أهل الجنة يدرون الله راضي عنهم. جنابك إذا تقلد فد مرجع تقليد وتعتقد به، لو رحت عنده لو زرته هذا المرجع أكرمك أنعمك أطعمك أعطاك أعطاك وقته كل شيء، ولكن إذا ما تدري هذا قلبه راضي عليك ولا، إذا كلهن مو هالقد. أما إذا تدري هذا قلبه راضي عليك، هذا أهم شيء، الشخص اللي أنت تحبه. هسه مرجع تقليد يكون في الأمور المعنوية أو في الأمور المادية، صديق يكون، زوجة يكون، أخ يكون، أب يكون. ورضوان من الله أكبر، يعني هذا اللي يعبد الله وهذه مرتبة هم عالية، يعبد الله لرضوان الله حتى الله يرضى عليه. عبادة التجار، عبادة عبادة، مو أنه مو عبادة، ولكن عبادة التجار. إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، هدفي لا هذا لا هذا، بل وجدتك أهلا للعبادة، أنت تستاهل يعبدوك. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه نفس الكلام ماخذ عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا. مضمون الحديث أو نص: لا أحب أن أعبد ربي للجنة ولا للنار، يعني لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار. قيل يا ابن رسول الله
بس تحب تعبد الله شلون؟ قال لأنه أهل لأن يعبد. أنا الحكايات اللي أحكيها، الأمثلة اللي أمثلها على مستواها، مع احترامي للإخوان الآخرين السامعين، إذا واحد يريد يفتح هذا المعنى وفرضه فد مرجع تقليد، عنده خادم وعنده صديق وعنده مقلد. هذا الخادم يشتغل زين من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الأسلوب. ليش يشتغل زين؟ نعسان وأول الوقت يقوم يركض، ما له خلق يشتغل زين، وجعان ويعمل. ليش؟ حتى هذا المرجع لا يطرده، المرجع يريد خادم جايب حتى يشتغل. ضيف اجا، واحد اجا شغل عنده، اذا خادم تنبل ما يشتغل، مو مرتب، مو ملتزم، المرجع مو عدوية بس الهدف ما حصل، يوخره يطرده يجيب واحد اخر. فهذا الخادم خوفا من الطرد يشتغل زين. ليش يشتغل زين؟ خوفا من الطرد. نفس هذا المرجع إلى صديق، هذا الصديق يحاول يقرب نفسه إلى هذا المرجع، شنو هدفه؟ حتى هذا المرجع بعد بشر وهم مو معصوم، علم الغيب هم ما عنده. من خلال تصرفات هذا الصديق وأعمال هذا الصديق وأقوال هذا الصديق تكون نسبة ثقة هذا المرجع بهذا الصديق، يريد يجذب ثقة المرجع. حتى أفرض إذا فد يوم راد من فادة يطي، إذا فد يوم وسط لشخص يمشي وسط، هذا يدور نفع، يخدم المرجع، يأتي بما يحب هذا المرجع لهذا النفع. أما مقلد هذا المرجع لا خايف منه ولا طمعان فيه، يشوف مرجع تقليد أهل أن يقلد، يقول الصلاة هالشكل، يقول على حين، حج هالشكل على حين، صوم هالشكل، زكاة هالشكل، خمس هالشكل، يقول على حين. هذا المقلد لهذا المرجع يطيع هذا المرجع، يمتثل أوامره، هدفه شيء، خوف عنده يطرده، لا مو خادم عنده، ما يشتغل عنده حتى يخاف يطرده، طمع عنده حتى يثق فيه، لا يشوف أهل، أهل لأن يقلد. هذا مرجع تقليد أهل لأن يقلد، يقلد. هذا اليقين في هالمجال، في هالمستوى، اليقين بالله تعالى، هذا رأس اليقين. أكو أحاديث عديدة الآن ما أستحضر ألفاظها، مضمونها أحاديث عديدة بتعبيرات مختلفة بمضمون واحد، أن الإنسان بدرجة يقينه بالله، بمستوى يقينه بالله، راح في الدنيا عنده غير الآخر قبل الآخر. قل لن يصيب إلا ما كتب الله لنا. كتب الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب الله، مو ما يدرس
يقول ما صرت عالم الله ما أراد، لا الله خلى طريق ما راحت من طريق، مو ما يكتسب وما عنده فلوس يقول الله ما أراد، الله رادني فقير، لا الله خلى طريق أنت ما رحت. البعيد مع احترامي لكم، لا كتب تعب ركض اشتغل ما حصل فلوس، هذا كتب له الفقر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، كتب يعني خارجا عن دائرة أوامر الله ونواهيه، أمر وامتثلته، نهى وتركته، انتهيته، درست ما وفق، تعبت أنا بالمقدار اللي كنت أشعر وبالمقدار اللي كنت أقدر، ركضت تعبت ما حصلت على النتيجة اللي كنت أستهدفها أتوقعها، هذا كتب الله. هذا الإنسان ما يتألم بعد، ليش مريض هسه، ليش فقير، مو ليكون بتقصيره، هاي درجة عالية هذا اليقين، واليقين درجات. هسه اللي عنده يقين، من الذي يضمن أن لا يكون يقينه جهل مركب؟ أصدقاء اثنين، أحدهما توفي والآخر كان موجود، اللي موجود كان يسيء الظن بذلك الصديق لأجل بعض القرائن، شك عنه، ما يثق فيه، وأحيانا كان ذاكر لهذا. بعد موته انكشف له أنه لا صديق نظيف كان، خير كان، مؤمن كان. أنا شفته كانت تدمع عيونه ويبكي ويقول لي، يقول أنا ما أبكي علي من مات على لأجل أنه مات، أنا أبكي على نفسي، ليش افتهم مني أنا ما أثق فيه وبعدين انكشف لا ما كان بمحله. كان يقول طول حياتي يألمني هذا الأمر، أنا ليش مرة من المرات أظهرت له أنه أنا ما أثق فيك لأجل أمور تبين لي بعد موتي خطأ. هذا نوم راح مينا راح إذا وجدان عنده، اللي أنا شفته كان نسبة عنده وجدان، أكل راح ما يرتاح، ويا الأصدقاء يرثون إلى نزهة إلى سفرة، قلبه ما منتزه، قلبه مو في راحة مو في فرح، وبالعكس العكس، واحد اعتمد على واحد 100%، بعد مدة انكشف لا هذا أسرار ينقلها لهذا وذا، اعتمد على واحد وبعدين تبين هذا جاسوس سنوات معتمد عليه وقايل له أسراره. من اللي يصحح هذا اليقين غير الله؟ ما وغير الدعاء ما إلى طريق. قل ما يعبأ بكم ربي، ما يعبأ يعني ما يعتني، مو ما يستاهل الإنسان اللي ما يدعو الله ما يستاهل العناية، يعني مو في مستوى إنسان، مو في مستوى مخلوق اللي يشعر أنه مخلوق، مو في هالمستوى. طفل
مهما يكون عزيز عند أبويه، ينطون بيده فتصك يروح يلعب بالعقل، واحد يبوق منه أبدا، لو يذبح نفسه من البشي ما ينطون بيده، لو حكماء الأب والأم ما ينطون، مو مستوى. اللي مو مستوى مو من الحكمة إعطاؤه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، دعاء يعني توجه يعني. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الله خلقهم في الذروة في القمة، طهرهم من كل ما يطلق عليه رجس معنوي مادي أي قسم، مع ذلك شلون يدعون الله؟ احنا مع احترامي لكم مو في المستوى اللي ما هالشكل ندعو. يقول شفت الامام صلوات الله عليه وضع جبهته على الارض وجعل يسبح، روايات متعددة عن متعدد من المعصومين عليه السلام، ودول بالخفية أكثر من العلن كانوا يسوون، لأن هذا اللي يقول وجدته أهلا للعبادة، هذا المثال الضعيف اللي مثلت به، المقلد اللي يقلد هذا مرجع التقليد، يروح قدامه يصلي ويطبق أعمال لعلى فتاوى، لا وهو بالبيت ما شايف مرجع تقليده، يشوف موس في مستوى التقليد يقلده خلاص، بعد نص الليل يقوم على فتوى يتوضع، على فتوى يصلي، على فتوى يحج، على فتوى يطي فلوس، سنوات تعب على هالفلوس طلعها بكل سهولة يروح يطي، على فتوى يطي، مو إلا بيده هم ينطي، يقول يطي بيد ذاك، يقول ما يخالف يطي بيد ذاك، لأنه وجده أهلا للتقليد المقدار، واللي يجد الله أهل للعبادة هذا قدام هذا وذاك بيسوي. الذي نقل عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام هذا النادر النادر مما بينهم وبين الله، أكيد أكيد أكيد. أنا وأنت هالمقدار نشعر أنه إذا قلدنا ما رجع، مو إلا قدام نسوي، مو إلا نكتب الرسالة إحنا هالشكل سوينا تقليدا إليك، ما نريد أصلا نعرف لأنفسنا نقلده، مو لنفس المرجع، مو لأجله إذا وجدنا أهل التقليد. هذا اللي ظهر من المعصومين الصدق، واحد يقول واحد بالألف هم زايد قايل، أقل من واحد بالألف. يقول الإمام صلوات الله عليه خلى جبهته على الأرض دعني يسبح يسبح، فما رفع جبهته إلا شفت الأرض مبتلة بدموع، وإمام معصوم ويدري أحسن مني ومنكم بأنه هو أكرم البشر على الله، ويدري هذه لأن يدري هالشكل يزعون، إحنا مو في المستوى ما ندري. التاجر يركض ليل ونهار على شوية فلوس، طالب العلم يركض ليل ونهار على شوية علم، أما الطفل لا يركض على الفلوس لا يركض على العلم، لأن ما يعرف قيمة الفلوس ما يعرف قيمة العلم. وصحح بما عندك، إلهي أنت تدري إحنا ما ندري. أنا عن لسان الإمام زين العابدين والعياذ بالله مدى أقولها، أنا انطباع استظهار استظهاري أنا قلت. الإمام في هالجمل الثلاث وهو يتكلم مع الله يدعو الله يقول اللهم وفر بلطفك، السبب ذاكرة نيتي،
بعدين واستصلح بقدرتك، السبب هم ذاك. أما في تصحيح اليقين ماكو شيء أكبر من اليقين حدنا. اليقين جذر كل جذر عند الإنسان، أساس كل أساس عند الإنسان. الإنسان المؤمن، الإنسان غير المؤمن، الإنسان العاقل، أهم ما يبني عليه في حياته اليقين. ابن مالك في ألفيته يقول: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ما يستعمل بمكان الذي، مفرد الملك يستعمل في مكان الذين، مثنى الملك يستعمل في مكان الذين جمع الملك، يستعمل في مكان التي، اللتين، اللاتي. أحيانا يستعمل ما يسموه استخدام، في القرآن مكرر أكو، في الأدعية هم مكرر أكو، من دقائق البلاغة يستعمل ما ويرجع ضمير منا إلى أحد هذه المعاني وضمير آخر إلى معنى آخر. بما عندك، اللي عندك، اللي عندك شنو؟ الإمام مو دا يفسر إلنا حتى إحنا مو في مستوى ما يذكر إلنا، يسأل الله. أنا هنا علمي مو نافع، أنا ما أدري، يعني أشعر بأني مو في هالمستوى، ولعل الأكبر مني مو في هالمستوى الأكبر علما فهما، أنا فمو كبير عند التعبير هالشكل. صحح بما عندك يقيني، هذا اليقين اللي عندي مو باكر يوم القيامة ينكشف أنه باطل. وقدمنا، نعوذ بالله، آية صعبة جدا، محزنة جدا، مؤلمة جدا. وقدمنا، قرآن، إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء في اللغة العربية يذكر إذا في الحجرة في النهار، في الضحى في وقت الشمس موجودة، غيم شي ماكو، حجرة مسدودة، أكو ثقبة من خلالها نور الشمس دخل الحجرة، هاي الذرات اللي تطاير في هذا النور هذا يسمى هباء. شوف القرآن شلون يمثل هذا الهباء. لو تريد تاخذ هالشكل في ايدك، تريد تاخذ حجرة لا رياح اكو لا عواصف اكو، حجرة مسدودة اطراف الحجرة، هذا الهباء من هاي الكوة الصغيرة من هاي الثقبة، الذرات المطايرة، الذرات متطايرة في كل الحجرة، ولكن في هذا النور القوي هاي الذرات ترى. عندما هاي الذرات تبتعد من هذا النور بعد العين المجردة ما تشوفها. إذا هذه الذرات تريد تكمشها، هاي حركات الأصابع شقد تموج الهواء، هالنسبة من التموج تشوف الذرات الطايرة. هباء وفوقها منثورة مطشرة،
هي الهواء متطشرة ذاتها ذاتها، ما يحتاج توقف قدام الهواء وتتنفس حتى الله هو يصحح بما عنده يقيننا عن كل شيء. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم.